الله معكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة مميزة عن القديس يوسف البار سوسن النقاوة. رجل الصمت هو، صمته جلب السكون من حوله، الصمت الذي تصطخب فيه الكلمات، الصمت المحيي المهدئ. وكان صمته هذا خطبة نزلت ذروة الخطب. أمضى حياته رسولا وفيا لواجباته، محافظا على عائلة الناصرة المقدسة، فكان الحارس الأمين ليسوع والخطيبة العفيفة لمريم البتول. إنه البار يوسف القديس. لا نجد له كلمة واحدة في الإنجيل. هو القديس الخفي والنجار الصامت الذي سلك درب الرب بالبساطة واستقامة القلب ونقاوة النية والمحبة. وعلى الرغم من معرفته لأعظم الأسرار ومشاهدته لإعلان سر الله، ظل القديس يوسف ذلك الرجل الصامت، ولهذا نعم بالله وتمتع بمحبته وصداقته، مؤكدا بذلك أن سر الله لن يتم إلا في الصمت، ولن يكمل إلا عبر الآلام والاضطهادات. وأن تكون مسيحيا يعني أن تحب كما أحب الرب يسوع حتى بذل الذات. ومن مثل القديس يوسف قادر على مساعدتنا، لأنه أحب حتى آخر رمق، حتى الاستسلام والخضوع. إلى من يمكننا اللجوء إذا ما احتجنا إلى مرشد في الحب البشري، ما لم نلجأ إلى هذا الرجل الأعظم، إلى عملاق الصمت الذي استحق أن تدعوه مريم أبا ليسوع المسيح في تكريس هو أجمل هالة أحاطت به حينما قالت: أنا وأبوك كنا نبحث عنك متوجعين. مشاهدينا، بلقائنا اليوم رح نتعرف على القديس يوسف البار من خلال مجموعة الكتب التي تصدرها جمعية العودة إلى جذورنا المسيحية، مع رئيس الجمعية الأب إلي صادر من دير يسوع الفادي زحلة، وأيضا مع مؤسس الجمعية خينا نعمتو. أهلا وسهلا فيكم. بداية أبونا منبلش مع حضرتك، إذا بتحب تذكرنا بمجموعة العودة إلى جذورنا. الله معكم، وإن شاء الله ربنا بيعطينا الصحة والقوة لكل الناس اللي عم بيعيشوا المعاناة. وبالفعل هي العودة إلى جذورنا المسيحية ولدت من رحم المعاناة يلي كتار من أحبائنا خصوصا بشرقنا الحبيب وبلبنان كان عندنا ضياع شوي بالاشياء اللي عم بتصير، وكان في التها بالمصير، يعني كأننا نسينا الجوهر. فكان انشاء هالجمعيه الحلوه هو للرجوع لهالجذور العظيمه وتوعيه شعبنا بالاخص، حتى يرجع يعيش القيم يلي اوقات كثيره مع التهاءات العالم ومتطلبات الحياه عم يخلينا انه نبتعد كثير عن الاشياء العميقه يلي لازم نرجع لها، وبالواقع هي اللي بتخلصنا اذا رجعنا لها. من هون كان الشيء العملي الظاهر والمهم اللي عملناه بالجمعيه هو بدايه سلسله كتب توعيه، كتب صلاه، رجوع لله. هالسلسله هيدي ان شاء الله انه بتكمل. بتمنى خينا نعمي كمان هو يقول اكثر، لانه بمؤسس الجمعيه كيف هو فكر فيها وكيف اعتنى وليش حتى يعني رجوع لجذورنا المسيحيه. نعم، تفضل خينا نعمي، ليش اليوم جمعيه جذورنا؟ المجد لله دائما. بنشكر ربنا على تجبينير اللي يعني يوزع الكلمه الحلوه بالعالم كله سوا. برجع بذكر شوي كلمه العنوان الكتاب هي العودة إلى جذورنا المسيحية، وبدي أرجع أذكر بكلمة العودة مثل ما ذكرناها مرة ماضية. العودة هي دايما كنا نحكي أنه نحن منخلق بهالشارق مسيحية، وهي يمكن مربحين حالنا جميلة أنه نحن مسيحية، بس أنا بتذكر أنه ما بنعرف شيء عن مسيحيتنا قبل ما نرجع لنكون مسيحية بالقناعة، لأنه نحن بنخلق مسيحية بالوراثة، والمسيحية بالوراثة هي ما بتعطينا الحق نكون مسيحية، لأنه تتكوني مسيحية بدك تكوني بتعرفي يسوع، بدك تكوني تعرفي الكتاب المقدس، بدك تكوني تعرفي كلمة الآب والابن والروح القدس.
هودي الشغلات الوحيدة اللي نحن كنا، أنا بالنسبة لي كنت كتير بعاد عنهم. بالنسبة لهالشي اللي تأثرت فيه وقت رجعت للولادة الثانية مثل ما بيقولها بنيكوديموس، بترجعي بتكتشفي البعد الروحي للكتاب المقدس، كيف بترجعي هالنبع الحلو تغبي منه تترجعي تتعلمي الصلوات اللي هي بشوف كتير ناس بيصلوا بواجبات، يعني انه انا لازم اروح على الديس بس ابي اعرفوا ليش، انه لازم اعمل المسبحة بس انه هيك لازم اعملها كواجب، بس ما بيعرفوا هالشوق هالمحبة اللي لازم نعملها، هالهدية اللي نحن بدنا نقدمها تنكون نحن بالفعل مسيحية بالشوق، مسيحية بالمحبة، ومسيحية تعطينا هي هالكلمة الحلوة وتخمرنا ومن خلالها نكون نحن منورين من اللي حينورنا. يعني بيبقى بالنهاية انه مش نعرف عن يسوع، نحن نعرفه لإله ونختبره. نعرفه لإله. نعم. أبونا إذا بدنا نتعرف على مار يوسف أكثر، وين تم ذكره بالعهد القديم والعهد الجديد؟ بالحقيقة العهد القديم، لأنك عم تذكري، هي مقارنة، مش ذكر مار يوسف البتول بالعهد القديم، ولكن كان الشعوب يصلى الوحي، ولكن ما تقدر هي تستوعب شو الرموز اللي ربنا بخلال تدبير الخلاصي بتاريخ الخلاص كله سوا، كيف بده يوصلنا فكرة أنه فعلا يسوع بده يولد من بتول وبده يكون في حدا حارس حده. فنحن دايما بالآباء القديسين بياخدوا بالعهد القديم صورة يوسف ابن يعقوب يلي كل الناس بتعرف قصته لما بيعوا أخوته وراح على مصر. فجلوسه هناك بمصر صار معه عدة أحداث والشعب القديم ما فهمها. نحن على ضوء العهد الجديد على الإنجيل المقدس شفنا أنه تمت النبوءات بمار يوسف. يعني بعض الاشياء ممكن بسفر التكوين كان اول شغله بفرجونا هي يوسف الصديق ابن يعقوب بخبر انه عم يصلي للرب انه لا ان لا اصنع الخير ان لا اصنع انه الشر وانا خطئت امام الرب. كان عم بيقول بيجي بالمقابل مار يوسف بنشوف هالتواضع هالحكمه هالطهاره يلي كان عايشها البتوليه اللي كان عايشها هي هالصلاه يلي بلشت من العهد القديم حتى وصلت لعنا لمار يوسف وعاش البنوه الكامله لله. في كمان رمز ثاني هو المواهب يلي اخذها يوسف الصديق القديم بتفسير الاحلام، وبتعرفوا كان يروح عند الفرعون يفسر له الاحلام، ولكن مار يوسف الصديق مار يوسف البتول شفيعنا وبينا هو شاف الملائكة بالحلم، يعني وعرف الحلم وفهم الحلم. هذا هو كان عم يلمح لنا بالعهد القديم لو وصلنا لليوم مع مار يوسف البتول. كمان بحب اقول صورة تانية، مثلا يوسف الصديق لما رفض انه يخضع لزوجة الفرعون بالاشياء اللي كانت عم تطلبها منه اللي بعيدة عن الله، هو حبسوه. يعني هالمعاناة اللي عاشها كمان عاشها مار يوسف بالتفكير انه انا كيف بدي اخذ هالبنت الطاهرة، بس انا عم شوف انها حبل، يعني عاش هالاثر اللي كتير قوي. ومثل ما انتقل بالحلم يوسف الصديق القديم من السجن الى اعلى عرش بمصر حد الفرعون، مار يوسف كمان انتقل بوقت بعد الحلم الى عرش العائلة المقدسة، بعدين من بعده الى عرش السماوي بالحضور حد يسوع بالسماء. كمان مثلا عندنا يوسف الصديق القديم وقت جاع الشعب 7 سنين، هو صار هو خازن الغذاء لحتى يخلي الشعب باستمرارية. منلاحظ انه بالعهد الجديد كان مار يوسف البتول هو خازن الغذاء للعائلة المقدسة يلي هو غزة غازي الكون، يعني عجيب الغذاء وكان يشتغل ليل نهار حتى يغذي يسوع والعذراء. كمان بعض الرموز، يعني مش عارفين المقارنة مع يوسف القديم يلي أصبح والي على مصر كلها، صار مار يوسف البتول والي على قلوبنا كلها سوا، صار هو شفيع لكل الناس يلي عم يشوفها. كمان يوسف القديم شاف بالحلم انه هو خاض عطله الشمس والقمر، يوسف الصديق، هاي صورة كتير رائعة.
جينا شفنا مع بين يوسف البتول انه يسوع هو الشمس والعذراء مثل ما بيصوروها كانوا يخضعان له بالطاعه يلي هو كان يعيشها بالعائله، كان بي العائله. فاذا هالصور يلي مرقت بالعهد القديم كمان بنشوف انه يوسف الصديق القديم كان مثال العمل الدؤوب والمثابرة حتى يضل هو بمزبوط هالمسؤولية سلم هو الفرعون يكون عم يتممها لآخر درجة. منشوفها بمار يوسف اليوم انه هو يضل يشتغل بالنجار بالعمل من عمل ايداي من تعب ايداي، ما ربح جميلة حدا، عرف شو قيمة العمل وقدس العمل. وحتى يسوع من هو طفل بنعرف من خلال كان يقعد معه يشتغل من خلال التقليد المقدس، كان هالعمل هيدا هو رمز له بالعهد القديم. اذا بنعرف نقرا مزبوط شو كان عم بيصير بالعهد القديم في شعوب ما فهمتها، بس نحن مع يسوع مع نور الانجيل نرجع عم نشوف بتفاصيل الاشياء اللي كان عم ترمز لها حتى توصل لحد يسوع. فهي مقارنة رائعة جدا اذا واحد بيرجع للكتاب المقدس بتفاصيله. حضرتك ذكرت ابونا بمقدمتك بالكتاب انه مار يوسف هو رجل القرارات الصعبة، يعني هيدي من خلال هالمهمات اللي كان عم بيقوم فيها صعوبة الموضوع. مهمات كتير صعبة ان شاء الله بنقدر بهالحلقة نوفيها حقها، لانه يلي عاشوا مار يوسف معاناة كتير كبيرة ما بيقدر انسان يتوصل انه فعلا يتحمل كل الاشياء يلي هو يتحملها بتفاصيل مرأة من السهر الدايم من الخوف الدايم من الأشرار، ويعني مثل كان هو حامي الكون. يعني يسوع هو حامي الكون ولكن أخذ هالمهمة هو أنه يكون حارس مفادي القديس. خلينا نعمل شو بدك تخبرنا عن مار يوسف معلم الحب؟ أنا برجع لموريس زندر اللي هو نحن مثل ما حكي أبو نصادر هذا كتاب، هذا 7 كتب، هذا مش كتاب، يعني حاولنا أن نهين الأكساء على الصلاة تيكون عندنا 7 أجزاء كبيرة، والأجزاء الحلوة هي تقريبا بتكفي بعضها. في موريس زندل تنذكره بالخير، هو من خلق بسويسرا من 1901 ومات ب 1975، كان راهب كاثوليكي من أعظم فلاسفة بالكنيسة الجديدة. أمه كانت بروتستانت وكان يتردد كتير على لبنان. الهدية الحلوة أنا عم فتش شوي بموريس زندل، لأنه أنا بعشق موريس زندل وخصوصا الطريقة الحلوة اللي بيكتب فيها. تلاقيت أنه عنده أروع ما كتب عن مار يوسف اليوم برياضة روحية برهبات الفرنسيسكينية بغزير سنة 1959 ب20 تموز. كان عنده رياضة يجي يتردد كتير على لبنان. هالرياضة الروحية كان موريس زندل ما كان يكتب، كان بالرياضة الروحية كان ياخد 3 دقائق صمت يطلب من الروح القدس يحكي عنه. هالرياضة الروحية اللي كانوا ينصوها ويسجلوها بيحكينا عن القديس يوسف معلم الحب، واللي هي فيها أبعاد رهيبة. بيسند بهالرياضة الروحية موريس زندل عن الإنجيل متى، وقد بيقولنا الإنجيل متى أنه كان يوسف ومريم مخطوبين، اثنين سوا قبل ما نعرف أنه يوسف عرف أنه مريم هي حب. وهون إجا السر العميق بيوسف. وإذا بدنا نرجع شوي للوقا وقت راحت مريم لعند إليصابات، أنه راحت أنه ما كان عارف شو السر، ترجع بعد 3 شهور بيلاقيها كمان مستيمة. يعني هالسر الحلو وقت بيشوف أنه يوسف عنده كان نظرة للعذراء شيء لا يوصف بقدستها. إذا بدنا نقري ما بين الأسطر بهالألم، هو ولا مرة شك بالعذراء ولا مرة، بس كان عم بيشوف شو صار. كان الشيء اللي بده اياه انه منوها اللي اجا واستغل هالكنز السمين اللي اجا حدا اخده منه اللي هو منه عارف ليش عم بيصير هيك.
الروعة اللي بيشدد على زندل هي كانت علاقة الحب اللي لا توصف، اللي ما في بشرية فيها تتكون اليوم بعلاقة الحب ليوسف ومريم ومريم ليوسف. وصارت هالشيء فات بصمت عميق وفات بألم عميق، وهي فاتت بالألم اللي أكتر منه. وقت نحن منشوف المراية تبع مريوس اللي هي العذراء، والمراية العذراء اللي هي مريوس، فهي كانت عم تتألم أكتر منه. وكان أعطاها الرب سر، وقالت له للرب انه انت هالسر اللي انت اعطيني بدك تعطيه ليوسف اعطيه ليوسف. مشان هيك يمكن كان، انا بقول يمكن كان الملاك عن يحندقوا شوي او عن يجربوا شوي او عن يخمروا شوي تيعطيه هالسر قبل ما ياخذ هالقرار، انه بعد هالشيء اللي صار معه انه شو لازم يعمل. بالعرف اليهودي وقت بيكون اثنين بعايامه وقت بيكونوا اثنين مخطوبين بتكون هي الامرأة اللي في عيش معها، وإذا صار على شيء بحق له حتى يرجمها، بحق له حتى يطلقها بحسب الشريعة. مشان هيك كان عم بيفكر بطريقة من الطرق بأي طريقة بده يسترجع هالشيء بينه وبين مريم. كان أصعب شيء علي، أصعب شيء إنه كان معقول أنا إذا سألت سؤال، هالسؤال إذا سألت إياه بيدمر كل علاقة الثقة اللي أنا وياها. وهي كانت كمان بأصعب شيء إنه عارفة شو عم بيتألم يوسف، وشو عارفة هي شو عم تتألم، بس هي ما رح فيها تعطيه الخبرية. تأجت اللحظة الحاسمة وقت كان عم بياخد قرار بليلة. وهون الحلو اللي تاخديه من مريوس، مريوس إذا بتشوفي كان ما يحكي، بس كانوا الملايكة يحكوا معه. الملايكة يحكوا معه بطريقة إنه يخبروه إيش لازم يعمل، وكانت هي النبوءة تبعه الأساسية. بيجي ساعتها وبتكون من أروع ترتيل بيسموه الترتيل الليتورجية، اللي بيقول له يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، فالمولود منها إنما هو من الروح القدس. ساعتها بيقول له شو لازم يعمل، وساعتها يوسف ساعتها بيفوت بالفرح بعد الألم، إنه بيخبره مين الجاي وبيعطيها التسلسلات الكاملة، واللي بيقول له إنه أنت بدك تكون الآب للابن. الآب بيسموها ظل الآب على الأرض، يعني اللي هو بيكون زوجة لمريم، لأنه في ناس كتير بيكونوا بالعادة مش زوجة، لا هو زوجة لمريم، وبيكون هو الأب الأب الأرضي ليسوع المسيح. يعني قد ايه كان نموذج للطاعة لصوت الأب، قد ايه كان مطيع. صح، هي القصة اللي كانت هي العلاقة اللي هي علاقة الحب التي لا توصف، اللي هي عنده ثقة عامية، اللي ما في لحظة من اللحظات كان بيتخيل لنفسه يشك بمريم العذراء أو يسألها سؤال أو يقول لها طيب شو صار، أو هي كمان كانت فيها تشرح له شيء اللي عم بيصير، لأنه هي عارفة هالدور اللي ربنا عطيها بالبشارة، وكانت عارفة ربنا عطيها لأنه هي كانت ممتلئة النعمة. دايما نحن مفكرين أنه إجا الملاك ملاها نعمة، هي كانت ممتلئة من النعمة قبل البشارة. مشان هيك كانت بهالطريقة اللي عم ناطرة شو لازم يصير من الملاك، كانت حاسة ومرتاحة مع نفسها مع الألم اللي عم بتشوفه من خلال يوسف، عم بتشوف انه بأي طريقة بده يوسف يعرف من شيء تبشير إلهي. يعني اثنيناتهم كانوا عم بيعيشوا الصمت، صمت والألم، وبقى حياتهم عم يتنافسوا على الصمت، صمت والألم اللي كانوا موجودين اللي عم بيطهرون بطريقة لا توصف، لأنه بهالطريقة اللي كانوا عايشينها كانوا ناطرين بعضهم بهالمحبة اللي هي كانت هي المحبة التي لا توصف، محبة البار اللي هي كانت البار وهو كان البار. في مطرح بيقول كمان شيء حلو كتير، موريس زندل بيقول نرى عادة في يوسف الأب المعيل، وكما تقول اللغة اللاتينية القديمة بشكل مصير للضحك، أنا هاي كتير بحبها، هو الآب الظني للطفل يسوع. إنه معقولة يعني
يصورونه رجلا عجوزا ساذجا يحمل بين يديه زنبقة يغطيها الغبار. هذا كله بعيد كل البعد عن الحقيقة. وهي الحلو اللي بيقوله زندل وبيقول لهم فيوسف هو حي، إنه إنساني عظيم، وكم هي قوية نبضات قلبه التي نشعر بها. يا لهذا الإنجيل، الإنجيلي الذي استطاع أن يدخلنا في قلب أسرار الحب الاتجاهي. كان أكبر حب عاشه رجل وامرأة يوما بالبتولية. يعني دائما نحن المصيبة طبعاً اليوم بكنيستنا أنه دائما بفرجوكي صور لمر يوسف عمره شي 240 سنة، يعني تخطى الزمن علي وختيار. يا عمي طيب كيف هو هذا الزلم الختيار؟ وأنا بدي أحكي كلمة صغيرة للناس اللي بس عندها نتفة فكرة، هالإنسان اللي بلحظة من اللحظات إجا الملاك قال له هلأ بدك تاخد مريم على مصر، وكانت مريم ما قالها جمعة مولدة، وقال له بدك تروح على مصر، يعني بدك تروح على 700 كيلومتر ماشي بالشتاء بالصحراء وحدك مع امرأة مع عندها طفل بثمان أيام. مين هو هالختيار اللي فيه يمشي؟ نحن بنكون مأخرين شي ساعة ساعتين بالطيارة ما بنخلي شيء. هذا بأكد إنه هو منه عجوز، بأكد إنه هالمسافة اللي قطعها من 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 الناصرة من بيت لحم لمصر ما كانت حبتين، يعني كان عنده 5 6 شهور وكان حماره. وانا عندي عندنا صوره هون بفرجيكم حمار مار يوسف الاساس تبعنا اللي هو كان صديقه كمان. الشغله اللي بتلفت النظر انه دائما دائما بيعطونا مار يوسف الختيار، بيعطونا مار يوسف اللي مثل ما قال هوني يعني يصورونه رجلا عجوزا ساذجا يحمل بين يديه زنبقة يغطيها الغبار. شو اللي نحن بدنا نشوفه إذا بدنا بس نقرأ ما بين الأسطر؟ لأنه بالفعل ما حدا كتب عن مار يوسف ما بين الأسطر أكثر من الإنجيليين. وهلأ أنا بحكيك شوي عن العهد الجديد شو كاتبين عن مار يوسف. نعم. وهلأ إجا دورة أبونا صادر، يعني واضح أنه مار يوسف كان هو مسؤول عن الحياة الخفية للرب يسوع، وذكرت قبل شوي أنه كان حارس الفادي. نعم. بالواقع حقيقة ربنا في أحد الأباء اللي بيخبروا أنه عطى هالشخص هذا حراسة أفضل ما عنده وأثمن ما عنده بالكون، اللي هو أكيد ابنه الوحيد وأمنا مريم العذراء. كلمة حارس الفادي اجت برسالة كتبها قديسة البابا يلي قديس هلأ يوحنا بولس الثاني بعد ما كان كتب أم الفادي. اجت الفكرة انه مع العذراء كمان في هالشخص اللي كتير تعب يلي خفي عمله خفي الى درجة انه حتى بالانجيل مش كتير مذكور، فالناس مثل مهمشينه. من هون طلع برسالة رائعة جدا هي اسمها حارس الفادي، سمى مار يوسف حارس الفادي، وبتعطي عدة بدع الناس يعني روح. هي موجودة بالكتاب السابع بالفصل السابع من هالكتاب هذا، لانه 7 كتب. السابع هو هالرسالة هي اللي عملها البابا ترجمناها وحطيناها، وهي بتعطي الإطار الإنجيلي أول شيء كيف يعني مار يوسف ابن داود بياخد العذراء اللي عنده وهو بده يفرض عليه الاسم، يعني كيف الله عطاها المهمة. وهيدي مش منوطة لحدا أنه يقدر يعطي اسم لحدا إلا ما يكون هو مولع عليه، يعني بس يعطي الاسم يعني فعلا عنده مسؤولية كتير كبيرة أنه أنا شخص أكثر من متبني، يعني أنا عطيته فرضت عليه. فإذا كان عدة نقاط كتير حلوة برسالة حارس الفادي بعد ما قلنا في أم الفادي عن العذراء، سمى مار يوسف حارس الفادي، وبيعطي أنه كيف كانت مريم مخطوبة لرجل اسمه يوسف وبيجمعوا وكانت حبلها من الروح القدس، هذه بالإطار الإنجيلي. وهالرجل من بيت داود اسمه يوسف، هاي ببلش مقدمية اللي بنعرفهم من الإنجيل. تاني نقطة بيكتب عن مار يوسف أنه مؤتمن في سر الله، هو المؤتمن في سر الله، يعني تصور الله بده يأمن لحدا يأتمنه على شيء عزيز كتير عليه. إجا نقى مار يوسف وصار هو مؤتمن بمسيرة الحج
يلي بتلاقى ايمان ابنة مريم العذراء مع ايمان هالشخص البار يلي كان فعلا صامت ايمان مار يوسف، تلاقوا مع بعضهم. مشان هيك ربنا مثل ما تم الزمن واختار انه العذراء تكون ام الفادي، تم الزمن انه يختار حدا يحرس الفادي، ما يكون بي الفادي يكون حارس الفادي. هي الفرق بين ام الفادي والحارس الفادي. تاني نقطة خدمة الابوة، خدمة الابوة وكلوا فيها ربنا انه يكون كأنه شرعيا قدام الشريعة اليهودية والكتب المكتتبة بالامبراطورية يكون في حدا عم يتبنى هالابوة هاي ويكون هو حاضر بالايمان البتولي الحبل البتولي اللي عاشه. تاني شغلي كمان الاكتتاب، الاكتتاب كتير مهم. هي برابع نقطة من حارس الفادي بتجي بحقق لهالصبي هيدا هالمهمة البارزة يلي هي عميقة كتير وبيخلي يسوع يندرج برجستر الولادات تبع الناصرة على اسم يوسف الناصري. يعني صار وين من كان يقولوا له مش هيدا معروف ابن يوسف الناصري النجار. فكان مهم بالنسبة للأمبراطورية أنه مار يوسف ياخده، وأخده مسافة كتير طويلة بالخطر بهديك الأبعاد اللي كانت طبعا كتير طويلة على الطريق بين الناصرة وبين بيت لحم حتى يكتتب بسلالة داود، لأنه كان المخلص بده يجي من سلالة داود وكان مار يوسف بهالمهمة هاي. كمان وقت كتير مهم وقت أخده للختاني حقق فيه الواجبات القانونية الشرعية للدول انه انت مطلوب انه ينعمل ختان. فكمان مار يوسف تمم الطقوس اللي كانت معترف فيها بديك الايام حتى تتم تجاه يسوع. كمان في نقطة كتير مهمة، هو اعطاه الاسم، يعني قال له بتعرفوا اسمة يسوع يعني الله يخلص، كلمة يسوع. فكان الملك عم بيقول له انت بتسميه يسوع الله يخلص، يعني شغلة كمان كتير مهمة هيدي شرعية كتير يعني قريبة للقلب انه مار يوسف ياخدها. واخر شغلة كمان اخده هو قدمه للهيكل، لما هو قدمه للهيكل وبتعرفوا شو صار ونيكي بالهيكل من انه تركوه، وكانت قمة الاستحقاق الرائع هالعذاب اللي مسيره اللي مشيها يسوع تيجي تقول له العذراء انا وابوك. يعني كانت عم تقول له انه عم تعطي لمار يوسف، هي من قبل الهام اكيد من الله، انه مار يوسف يستحق هالابوه الروحيه الابوه بالتبني حتى يرافق يسوع يعني المسيح. نعم هيدي كانت رائعه جدا. يعني بعد ما هو بعده بضياع اخذهم على مصر، بعدين يعني من بعد هالتقديم للهيكل اخذهم على مصر بمجرد انه شاف الملاك بالحلم وانه هيرودس مزمع انه يقتل الصبي، ومن وقتها بعدين بتعرفوا كيف قتل. كلهم هاوردين بهالرساله الرائعه لوجوده كمان بالهيكل لحياه يسوع بالناصره، كان ينمو بالحكمه والقامه كله تحت انظار مار يوسف، كانه يعني يعني هو عنده هالهم انه يحفظ يسوع. وشغله كمان هيدي الرائعه جدا، هي بعلمنا يسوع مع مار يوسف العمل. ما قال له ليوسف ليسوع لا 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 انت ما تعمل شيء، انت ابن الله ضل محافظ عليه، خلي يعيش الحاله البشريه بتعب الانسان بعرق جبينه. كان يشتغل هو وياه بالمتواضع، كان معروف انه عمل النجار هو عمل فني ارتيزان يعني كتير مهم يلي بيشتغل هالعمل هيدا. فكان يسوع هني حد مار يوسف بهالعمل هيدا، وكان يستمر بأوامره يعني مش بس نعم. اكتر شيء برسالة حارس الفادي حلو كتير يلي البابا القديس يوحنا بولس الثاني بيختمها انه لليوم مار يوسف هو شفيع كنيسة زماننا. هلأ نحن زماننا هيدا هو كتير مهم، مثل ما البابا بيوس التاسع بيقول انه هالحماية للقديس يوسف اعلنوا انه هو شفيع للكنيسة الكاثوليكية. نعم. هيدي من اي وقت بالغرب في عنا، ما بعرف اذا بلدان عم بيعملوا، في عنا عيدين لما يوسف، عنا 19 اذار وعنا اول ايار. اول ايار هو اللي ثبتوا انه هو اللي بيمثل العمل، يعني القديس اللي بيمثل لك العمل، عيد العمال، عيد العمل، عيد كل هالشيء اللي بيعطيك انه من خلال
هل الانسان اللي كذح اللي ما خلى شيء ما عمله بشغلات صعبه كثير. نعم. في شغلات اذا بدنا نحكي فيها بالديتاي رهيبه. رح نتوسع اكثر عن مار يوسف بالكتاب المقدس بس من بعد البريك، مشينا لحظات ومنتابع. عودة لكم مشاهدينا، خلينا نعمل كنا بدنا نحكي عن مار يوسف بالعهد الجديد، شو بتقلنا؟ لا مار يوسف بالكتاب المقدس للعهد الجديد مع الأناجيل، في إذا بدنا نذكر في عنا أربع أناجيل، في إنجيل ما بيذكره كليا هو إنجيل مرقس، في عنا إنجيل يوحنا هو بيذكره مرتين 1:45 و6:42، في عنا إنجيل متى اللي هو بيذكره 17 مرة، وعنا إنجيل لوقا اللي هو الخمير الكبير اللي هو كان عايشها بيذكره 25 مرة. هالمعطيات اللي بيقول لك إنه مار يوسف مش مذكور ومرتاح يعني، وبعدين في قراءات ما بين الأسطر، بس دائما نحن كنيستنا كانت تعيش أنا اللي بسميه الغائب الحاضر عن مار يوسف. في من اخر ميستيك بالكنيسه اللي اسمها مارت روبان اللي كان يسوع والعذراء يحكوا معها، كانت عايشه على الاربعين 53 سنه بفرنسا، ماتت بسنه 1981. العذراء قالت لها مره، قالت لها ان الكنيسه عم تحكي عن مار يوسف، ان الكنيسه سوف تكتشفه من جديد. يعني نحن ايام بنفكر حالنا انه خلص صرنا نعرفه، اكيد رح نتعرف عليه اكثر واكثر. بحكي شوي عن انجيل متى اللي هو ببلش بسلاله، نحن بفكرنا سلاله يسوع. اذا بتقري ما بين الاسطر بهالسلاله هي بخبرك عن مار يوسف، سلاله مار يوسف اللي اخر شيء بينهيها اللي من مار يوسف هو ربا يسوع اللي هي ابن مريم اللي كانت مخطوبة له. هيدي السلالة مهمة كتير نعرفها، انه كان عم بيقلك بلحظة من اللحظات انه يوسف من اي سلالة جاي. اذا بدنا شوي ناخد الريزومي تبع الكتاب المقدس العهد الجديد، اصلا ما في كتير معلومات عنه بالانجيل، الا وقتها رح تسجل انه مين هو وين خلقه. في كتير معلومات بس بدنا نقرا ما بين الاسطر. يعني اذا بدنا ناخذ بس الفكره الحلوه انه ما في شيء هيك بيجي برهزار بالكتاب المقدس، خصوصا بالعهد الجديد، وقت بيقول لك انه بروما علنوا يعملوا احصاء للبشريه. والاحصاء كيف ثابت؟ انه بده كل واحد يتسجل بضايعته. وكيف ثابت انه العذراء كانت حبلي بالتاسع ومجبور هو ياخذها؟ لو ما هو جاوزها مش ما راح ياخذها، اخذها لا هو وراحت لهونيك. ساعتها بيكون عنده من الالام القويه انه هو ابن داوود الملك، ما لقى مطرح تتخلف العذراء. وساعتها بعد ما يخلق يسوع بيفسر لك انه يسوع بالكتب الرومانيه مكتوب ابن يوسف، يعني مش انه نحن بنقريها ما بين الاسطر، لا راح تكتتب ل ل ل ل يوسف مين مرته وابنه يسوع. اذا بناخذ هيدي الحدث بس بيفسر لك انه يعطيك اول شيء الدلاله انه يوسف هو ابن هو بيو ليسوع، وبيعطيك تاريخ الزمن، لانه ايام بيقول لك اي متى صارت واي متى صارت. بالكتب التاريخ الروماني بيقول لك اي متى كان هذا الاحصاء، يعني شيء حلو كثير بالنسبه للتاريخ. اذا بدنا نفوت بالتاريخ هلا، اذا باخذ ريزومه سريعه للكتاب المقدس بيقول لك يخبرنا الانجيل عن مهنه يوسف المتواضع، كان نجارا بمتى، وعن نبله كان ابن داود، ومن فضيلته السامية كان إنسانا بارا. تيكون إنسانا بارا بده يكون عنده الصفات الكاملة تيفوت بها كل الفضائل. نعم. وكانوا يدعونه أبا ليسوع،
رجل مريم البتول. في شغلات كثيرة، انه وقت كان هو الحارس، تصوري المهم اللي اعطيوه اياها تيكون حارس هالطفل اللي ما كان عمره من 8 ايام تياخده على مصر باصعب الحالات اللي نحن فينا نفوت فيها. الاساس تبع الانجيل، وانا بطلب من الناس اذا بدها تقري الانجيل ما تقري بانه مثل بيوغرافي، يعني في عندنا القراءه ما بين الاسطر اللي كان يركز عليها كثير. رح نرجع نحن وياك مع الآلام، بس أبونا قديش طبق بحياته قول يوحنا المعمدان له أن ينمو ولي أن أنقص، يعني وقتها انكشف للعلن اختفى مرموس. بشكرك على السؤال، يعني أول مرة حدا بينتبه له أنه مقارنة مع يوحنا المعمدان، لما يوحنا كمان قال أنه ليسوع أنه ينمو أنا بدي أنقص، صار يذل التلاميذ عليه. مرموس كان بهالخفاء الرائع والقمة، يعني العطاء الزيت الكامل، كان هو مخفي تماما قدام يسوع، وكان فرحان كثير انه عم يتركه هو ينمى قدام العالم، عم يخليه يكون هو حاضر بين العالم. ولكن مار يوسف كان بس الدعم الخلفي اللي كان عم يساعد هالنمو هذا. يعني بس تم هالاعلان، هو توارى عن الوجود الرائع بمار يوسف قد ما كان متجرد. في احد القديسين بيقول قد ما كان متجرد حتى انه ما قدر يشوف رساله يسوع، ما كان بحاجه لانه عاشها. وانا دائما بس افكر في لما يسوع بعد 30 سنه بلش يعمل رساله وجيبوا له المراه الخاطئه وبدهم يرجموها، طلع هيك وقال من منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر. كان هالصراع عاشه مار يوسف وتخلق، مثل ما بيقول مار بولس برسالته تخلق باخلاق المسيح. مار يوسف تخلق باخلاق المسيح حتى قبل ما يسوع بلش رسالته، فهم رساله يسوع، فهم على الطاير، وكان هو يتركه يدعمه حتى يكفي. وكان عايش بهالصراع، ديلام كثير قوي، انه ويل اني انا شهره فأخذ أخلاق المسيح، بينما العهد القديم لا، بيقول أنت بطل إذا رجمت، إذا دليت عليها أنت من الناس اللي رضيان عنك الله، لازم تدل على الخاطئ. هو كان هالصراع، بعمل عز لحالي وبقولوا له عفيه برافو، هذا شخص لا أحد خاطئ إجا دغري دلنا، معناتها هذا قبضاي، هذا قديس، هذا بيعظموه بحسب الشريعة. هو أراد أنه يتخفى حتى يكون عم تظهر العذراء وعم يظهر يسوع. مشان هيك نحن ظالمينه كثير لمار يوسف، مشان هيك هيدا الصمت منه ناتج عن فراغ داخله، هو عن عمق كثير مسيحاني أول. مسيحاني عميق، حتى قبل ما يسوع يعطي رسالته كان هو متجذر بمعرفته لسيدنا يسوع المسيح، للاهوت الاخلاق المسيحيه الحقيقيه، واراد انه يبرهن عن هالشيء هذا بتصرفه العميق الصامت. حتى القديس جون بول دو قال انه تعلم يسوع من مار يوسف. هذه منيحه، حلوه هالفكره، لانه نحن دائما بنفتكر انه سيدنا يسوع المسيح اكيد هو الله، طبعا طبعا وهو عارف كل شيء، ولكن نحن بيقول بالتربيه حسب ما نحن كمان بالبيت بيتأثر الولد ببيه وبأمه. فربنا باختياره لمار يوسف عرف بيختار هالشخص العميق جدا، والشخص يمكن من أعظم القديسين يلي إذا منقول عامل علم نفس أعظم بكتير من علم نفس، أنه كان يعرف يتصرف مع يسوع. ويمكن بيقول مثل ما عم تقولي البابا القديس بيقول أنه حتى يسوع كان يلاحظ كيف عم يعيش مار يوسف، هو طفل يشوف مار يوسف كيف عم يعيش، ولقى هالتصرف كله بكل الأخلاق يلي عاشها مار يوسف هي ذاتها كانت الإنجيلية المسيحية. مثل ما خلينا نعمل أنه صفة البار، يعني هو شمل كل الفضائل اللي ممكن تكون موجودة بالعالم بالكون تتسمى بالبار. يعني اليوم قدين نحن كأرباب للعيال قدين لازم نتمثل بمار يوسف بالصفات اللي كان يتمتع فيها، إن كان من التربية الصالحة أو الطاعة للأب، وحتى كان عم ينمو مثال للعيال، مثال للعمال، يعني أكيد تلقى تربية مثال بكل شيء لو بيعرفوا قدام. مثال رهبني، مثال
نعم حتى وقتها بطريقه عدم تشهيره لابنه مريم قد ايه لازم نتعلم انه ما نشهر بعضنا اليوم. نعم مضبوط، نحن بنوقف بهالمواقف الصعبه. نعم. اوقات وهو قد ايه فكر كثير يعني بين ما هو يعمل بطوله انه يعظمه فيه وبين ما انه هو بيعرفها هالمراه الطاهره. فعلا. مش معقول انه هي تكون وصلت لهالدرجه، يعني فكر كثير بزيته الى ان اراد ان يخليها سرا، ولكن ربنا اكيد ما بيترك الانسان لما بيكون صادق الانسان مع ذاته وعارف الحقيقه بس مش عارف يجاوب عليها، بيتدخل ربنا. نعم. وبيقول له الحقيقه. ربنا قديش عنده حب للعائله تأوجد العائله المقدسه. نعم. صح مزلو. يعني قديش نحن عندنا امانه كبيره بيسموها في عندك الثالوث الاقدس بالسماء، وعندك الثالوث الأقدس على الأرض اللي هي موجودة في شعار العائلة اللي هي الفيل كما هو يسوع، واللي هي العائلة المقدسة على الأرض. يعني الثالوث الأقدس على الأرض هي العائلة المقدسة اللي هي تتمثل يعني شفيع العائلة الصغيرة وشفيع الكنيسة. نعم شفيع الكنيسة شفيع البشرية كلها كمان مرؤوسة. بدك تحكينا عن الآلام، نحن فتنا بالفرح بس في قبل آلام. الآلام هي الفرح الحقيقي اللي كانت عند مريوس. الصمت هو كان الفرح تبعه انه من خلال هالآلام اللي كان يعيشها اللي هي تعطيه فرح، الفرح الصمت تبعه اللي هي كان شعاره انه عن يعيش جواته، كان يحكي مع الملايكة مثل ما بيقولوا. كان فرانسوا دوسالي قلنا مار يوسف كان عايش بالصمت بس كان يخبرنا خبريه حلوه. سان فرانسوا دوسالي كان من الخمير المتعمقين بمار يوسف اللي هو عاش بحوالي 1600، كان يقول لهم انه مار يوسف مات من الحب. تصوري انت انسان مثل مار يوسف عايش بين العذراء وبين يسوع. يعني تصوري انه يسوع اللي مار يوحنا بالانجيل انه طلع له مره بحياته انه حط خده على كتف يسوع وخرب الدنيا قد ما خبرنا. تصوري انه هالانسان يسوع اللي كان كل الوقت من ساعه اللي خلق تراعى مصر عايش معه تقريبا 30 سنه، والعذراء اللي هي عايش وياه وعن يخبوا وعن يحكوا هالاخبار الحلوه والاخبار السماويه. مش هيك وقتها ضيعوا ثلاث ايام خوته. هيدي اللي هلا بنحكي عنها اللي بدي احاول اعطيك اياها. انا بدي احاول احكي عن الاسرار اللي كان عايشها بالفرح، هي الاوجاع تبع مار يوسف وبسموها لا سوفرانس يعني الالام تبع مار يوسف. الام مار يوسف هلا في منهم بيعدوها 7 10 5 شو بدنا فيها، بس بدنا ناخذها على السريع لانه الوقت اللي بتعطينا اياه. اذا بدنا ناخذ انجيل متى وقت بيقول لنا انه يوسف هو من سلاله داوود، هو الملك. هو الملك. يعني تصوري هالملك بلحظه من اللحظات عتيوه اجمل امراه على الارض واطهر امراه على الارض، يجي بين لحظه والثانيه بتروح 3 شهور تجي حامل. يعني تصور هالانسان دش بده يكون انه شو صار معي، انا الملك وانا البار وانا اللي بدك اياه. ساعتها تشوفي شو فات بهالالام المبرجه اللي هي كان مطيع للشريعه، يعني ما بيقدر يخالف. في خالف انه هو في يرجمها. نعم. وفي يرجعها، في يعمل اذا بده ياخذ الشريعه بحق له يرجمها. صح. بس هو عاش الصمت، وحكينا قبل بلحظه انه كان في هالشيء الديفان ما خبروا اياها بسرعه. ليش ما خبروا اياها بسرعه؟ لانه كان في شيء سر من الاسرار يتخبر بهاللحظه. ثاني شغله انه تصوري كمان بعد ما عرف انه هيدا الطفل اللي جاي ملك الكون، جاي ابن الله اللي بده يسميه يسوع، اللي هو تبشر من روح القدس ومولود من روح القدس، بيجيب الاكتتاب بده يحمل مريم وياخذها على بيت لحم، ما بيخلي مطرح وامراه حامل بالتاسع ما في مطرح يحط مخده تيخلي الامراه اللي بتخلف اللي هي مريم العذراء تفيها تخلف. تصوري قديش هالالم اللي هو الملك ما طلع له الا بمغاره بالسقعة مع الحيوانات. وهيدا كمان سر من الأسرار اللي ربنا عطينا إياه، أنه هالتواضع الرهيب. ثالث شيء تصوري كمان أنه
وقت صارت على الولادة الكون كله سوا، أعطيهم السلام للرعاة للمجوس اللي إجوا كلهم سوا عم بيهنوا. ما بي بلحظة من اللحظات من بعد ما يكون إجت هالفرحة بيجي هيرودوس بياخد قرار انه بده يقتل الصبي. تصوري انه هالولد اللي بنتين دش كان زعج هيرودوس، وساعتها اجا الملك لمرة تانية وقال له ليوسف بدك تاخد هلأ بدك تاخد الامرأة على مصر. تصوري انه ما له خبيها بمغارة تانية او خبيها بشي زاوية بشي 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 قرن بشي جزيرة او شي، قال له بدك تاخدها على مصر. مصر 700 كيلومتر من مطرح ما هن عايشين. انه بلحظة من اللحظات بده يعيش العائلة. جيرسون بيقول لهم انه انا هو اخذهم مع كان بده ندفع ياخذ العدة تبعه تيضل يعيشهم لانه هو نجار وبده اياها، وبلحظة بسرعة بده ياخذهم منشان كان عم بيتقاتل هو والثعلب هو اللي كان اذكى واحد للشر اللي دبح كل اولاد بيت لحم اللي عمرهم سنتين. تشكين صعب علي، وهيدا من أروع صورة أنا من اللي بحبها لمار يوسف وقت كان راي على مصر، اللي بتحسيه هوني الإنسان الحي اللي هو مطلع منيح إنه بس حط عيناي على العذراء وعلى يسوع، وعنده الحمار تبعه كمان. هالحمار اللي بتشوفوه بالصورة بظني رح بيفرجوكم إياها اللي هو بيعرف الطريق. الحمار اللي لازم نشوفه كان هو عم بيرقص فرح انه هو حامل ام الكون، ام العذراء حامل يسوع ومعه حد منه مار يوسف. هالشيء الحلو كمان انه منهم بيقولوا عاش 5 سنين 7 سنين، كمان باللحظه من اللحظات كمان بدهم يرجعوا. وهي الالم اللي كان عندك 6 شهور بالصحراء الالام جسديه ونفسيه رهيبه. ابونا قديش هالالام اهلته للقداسه؟ طبعا نحن منعيش الالام بالارض، كل انسان بيعيشها حسب ما هو عمق حياته الروحيه بيفتكرها ألام، اللي عم تسميه ألام. كان خلينا نعم يبلش أنه هي فرح لأنه بلقاء مع الله، كل لقاء مع الله. ولكن الألام البشرية يلي نحن منعيشها ما بتوازي المجد مثل ما بيقول مار بولس يلي نحن بالمقابل بدنا نلاقيه. إذا نحن تقبلناها هالألام على أنها بتخلصنا وعشنا فيها أنه نكثف القداسة ونكثف الصلاة فينا أو أنه نحبط، هذا الفرق بين مسيحي وبين آخر. فمار يوسف أكيد كان عايش بنسميها نحن اللي بنسميها ألام، بالنسبة إلنا مؤلمة جدا لأنه ما اللي مر عليه مش ممكن يمر على إنسان بشري. بس أكيد أبونا المحبة هي اللي خلت مثل ما قال معلم الحب هي اللي خلته يتحمل هالألام والمحن. بس بفرح بفرح كبير. شريك بيقول له ادخل إلى فرح سيدك. بدي أنهي بالألام اللي هي كانت من أسوأ ألام لمار يوسف. هي وقت راح على مصر اوكي كان معه انه عم بيتعذب وسفر وكل شيء، بس كان يسوع معه. كان حامله بايده وعم يتفرج عليه وعم اروع مطرح بالالام تبع مار يوسف بيحكوها اباء الكنيسه هي وقت بيضيع يسوع هو والعذراء. من خلال هيدي ساعتها مار يوسف بيكون بيقول لك الالام اللي بهاو 3 ايام لا توصف. ليش؟ لأنه بلش يشكك أنه شو عملت أنا تعطيني حارس الفادي، عطيني الهدية الأساسية، عطيني كل شيء تما يخليني كفي بهالمهمة اللي أنا ما بعرف وين. تصوري أنه بيقول لك أنه مريوس كان قديس وكان يحكي مع الملائكة، والعذراء كانت قديس وتحكي مع الملائكة. طب وين كانوا الملائكة يخبرون خلال هالثلاث أيام؟ هيدا بيسموه سر من الأسرار كمان. إنه طيب إنه هالثلاث أيام اللي هن كانوا عم بيعطون فرح لألم للعذراء وليوسف بهاي الطريقة، إنه كانوا ناطرين 3 أيام عم بفتشوا على الطفل اللي منه معهم. وقت كانوا يتألموا بالأول كان الطفل معهم، كان يسوع معهم، بس يسوع ساعتها ما كان معهم. كانت أصعب آلام بيتحملوها العذراء ومار يوسف. مشان هيك تتكفي العذراء هالألام ساعتها بتطوب وبتقول له أنا وأبوك كنا نبحث عنك. ساعتها عطيته الصفة الأساسية اللي ما حدا في شك فيها، أنا وأبوك، أنا وأبوك كرسته
وهو مكرس كان الاب الارضي يعني بسموه بالفرنسي بيقولوا لومبر دو بير، ظل الاب اللي بيعطيك اياها. بالالام كمان عندك الالام اللي كان ماري يوسف حاب بيعيش يشوف تقريبا المراحل الاساسيه اللي كان بده يشوف ابن الله شو بده يصير فيه. قرر يختفي كليا وهو بكفي مهمته. واروع شيء ربنا عطيه الفرح لمر يوسف هو بيموت بين ايدين العذراء وبين ايدين يسوع، هيدا بسموه الميت الصالحه اللي عم تحكي عنها. ما بقى في اروع منها انه انت اليوم هو ما في شيء اسمه عندنا موت، كان عندك بيقولوا له الانتقال للحياه الابديه بين يسوع والعذراء. يعني اليوم اللي بيطلبوا شفاعته بيعطيهم هالنعمه ربنا اذا كانوا بيستاهلوها من قلبهم. يعني من كمان قبل ما نختم لانه الوقت خلص، مثل ما قالت تحت الهواء انه بدنا حلقات نوفي مار يوسف حقه. قديش كان يسوع مطيع له على الارض واليوم مطيع له بالسماء شفاعته. نعم، هذه من اربع صفات اللي عند مار يوسف، انه بما انه حتى سيدنا يسوع المسيح كان هون على الأرض كان طائعا لهما بيقول الإنجيل، بيخبروا أنه اليوم شو ما طلبنا من مار يوسف. وحتى القديس تيريزيا الأفيلانية بتقول أنه كل القديسين ممكن أنه نطلب منهم طلب واحد يروحوا يتشفعوا عند الله، بينما اختصاص ايه نعم اختصاص انه كل قديس عنده اختصاص ايه، بينما مار يوسف لكل ايه رائع شامل. جدا. فبما انه هون يسوع كان طائع له، فكان بالاحرى قديس الفونس دي ليغوري كثير بيقولها، فكان بالاحرى هونيك بالسماء هو طائع له. وهلا شو ما طلبنا اكيد يسوع بيسمع له. الكنيسه سوف تكتشفه من جديد، وقد ايه اليوم لازم نحن نطلب فعلا شفاعة. وفعلا اللي بيقرا الكتاب بيرجع بحن انه هذا القديس نحن معه. حضرتك اكتشفتي مار يوسف بعد ما قريتي الكتاب، عشان هيك اعطيتني احلى كادو. والكتاب وين بيلاقوه؟ كمان كان نحن عطينيكم السايت، بتلاقى بتيلي لوميير، بتلاقى بالمكتبة عندنا، بتلاقى بمجانا كمان. نعم، بتلاقى بدار يسوع الفادي، بتلاقى بكل الأديار، بتلاقى بالمطرانيات اللي عم نحاول نوزعه. كتاب عم نطبع منه كميات رهيبة. نعم، بس الأحلى من هيك نطلب من الناس اللي ما فيهم يحصلوا على الورق انه يعملوا داونلود لهي الكتاب ولكل الكتب الجمعية جزورنا بتعطيها، اللي هي www.jozuruna.org jozuruna jozuruna. يعني هاي باللهجة البشرانية اذا بدك، جوزورونا هي اللهجة. نعم. ايه ابونا شو في شيء بعد بتحبوا تضيفوه لانه في شيء كثير مهم؟ ايه شيء لا لازم نقوله كثير مهم. تفضل. في باول الكتاب هي مرسوم يلي عمله البابا فرانسيس الحالي بايار 2013. نعم. وبيقول انه على الكهنه في القارات الخمس ان يذكروا اسم القديس يوسف اثناء القداس، وقد اضيفت بعد هذه التعابير الى جانب اسم العذراء مريم القديس يوسف خطيب. هاي لازم. نعم. نحن اليوم نذكر العذراء والقديسين، فبمكانة مار يوسف بده يلاقوا يعني كل الكهنة انه ينذكر هو عم يقول بالطلبات، ويكون كمان هالمنوع الكتاب. نعم. للصلاة، أداة للصلاة كتير رائع، لأنه يعني في عدة شغلات بيقدروا يختاروا الكتاب اللي بدهم إياه، ببلشوا بالصلاة من الغلاف، بيرجعوا بياخذوا شيء من الموجود جوا يلي هن منوعين كتير، بقدر اختار مثلا سبعة أيام، بعمل رياضة لسبعة أيام، بقرا وهي مقطع صغير، بقدر اختار ل 31 يوم، بقدر أعمل شهر رياضة مع مار يوسف، يعني بقدر كمان شوف قديش يوسف بأيامنا نحن مع عدة مؤلفين يلي هن مكتوبين هون بالفهرس. بس لأن الوقت عم يدهمنا، أنا بطلب من الناس يتعرفوا إنه ما في داعي يقروا ال 31 نهار، بياخذ بس نهار مثلا، اليوم طالع على باله نهار 23 أو التسعوية بيطلع له نهار، لأنه هن تقريبا مكاملين بس مستقلين. نعم. لأنه هيدا اللي كنا عم نحاول نبسط العملية، مجرد ما تاخذي نهار، نهار هو عنده الشغلة الكاملة بالصلاة من أوله لآخره، وكيف البداية وكيف النهاية. أهم شيء أنه الناس ما تفزع من كتاب كبير، ما حدا بحاجة يقري كتاب كبير،
هن بحاجه ليقروا صفحه اثنين، مجرد ما يفتحوها بحال لا صفحه، مثلا هاوني بيقول لك صفحه 104 الام القديس يوسف عند الهرب الى مصر، اللي هي بتمثل بهذا بهذه التفاصيل كلها موجوده بالكتاب. ابونا الي صادر من دير يسوع الفادي زحلي، نحن بنشكر حضورك وخينا نعم الطاق دائما. شكرا لك على المجهود اللي عم تعمله بنشر الرساله، واهلا وسهلا فيكم. في خضم ضجيج حيومياتنا نطلب اليوم حنانك ايها الشفيع المحبوب يا رب العائله، ونقول علمنا صمتك، اقترب من كل الذين يعيشون عزلتهم ويلف الفشل قلوبهم، تبنى كل هؤلاء واقبلهم في قلب عائلتك المقدسة، أعد الحياة إلى القابعين في صحرائهم، تلفهم الأنانية كي يكتشفوا حضور يسوع إلى جانبهم فيستقبلوه بالنعمة ويحتفظوا به كما فعلت أنت. تشفع بكل عائلة ومشغل أو مكان يعمل فيه مسيحي بالمحبة والحكمة والعدالة والأعمال الصالحة كي تحل غزيرة. أمين. مشاهدينا شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.